مشايت كورك يا الحسن يا ام الحسن فين الحسن ولما صفت رغوتي خيبات اللبن في حلت المبني من تبقى السكن واقفي في حوش البهايم للساعة كورك يا الحسن وقفت بعد حلبت لبنت الشاي تقولي كالحسن يما الحسن وين الحسن ولما انصفت رغوة شخيبات اللبن في حلة المبني من تبقى السكن واقف في حوش البهايم ولسع الحمل العنيد وتلاوي في الحمل العنيد جاء حسن من بعيد مارد من القطوع ولا قال لها خير يا الحاج خير قالت له خير تعالي جاي لا يراك عن الليل جواب يا الراسي ليه ولد الخدير لا تبقى رشاب على السرير تقول لي زين ايما زين وزين تبقى بعد شهير من جاني اكتب وتسطير اقول لي يا سجم السجم انا تقرايتك ما قريت لكن عيناتي بيخوزي الوريق البيض قالت له خير تعالي جاي دايرك تعالي الليل جواب الراسي ليه ولد الخدير لا تبقى رشاب على السرير يقول لي زين ايما زين وزين تبقى بعد شهير من جاني اكتب وتسطير اقول لي يا سجم السجم انا تقرايتك ما قريت لكن عيناتي بيفرزين الوريق البيض من لون القلم وقفت بعد حلبت بنت الشاي بشوي جاء الحسن تعبان يسير العشا غنمه من الدرب وسرقت نداء وش الهجير سوت له شاي بلبن قرب معاه حي فقير وقالت له بسم الله قول وكتب وصيتنا للخدير اكتب وصيتنا للخدير اكتب وصيتنا للخدير اكتب وصيتنا للخدير اكتب وصيتنا للخدير الزمن يا العمير فاضل لي بس منه اليقين بتطول البنادر يا الخبر بلا ميتين تعال وريك حق ابوك الجو حقيق حاجة لمين من عرفته بلا عمار يقول ولدا عنده طين العلاج لا تنسى نزل لي دحين ولا الارض